واسمحوا لي أن أبدأ أولاً بضيفي الرئيس الإقليمي لقسم أبحاث السوق والتحليل في شركة إكويتي السيد رائد الخضر الذي ينضم إلينا عبر سكايب. سيد رائد مساء الخير. عادة ما تتأثر أسواق النفط عالمياً بعوامل مختلفة منها العرض والطلب ومنها العوامل الجيوسياسية. هذه المرة ما هي العوامل التي أدت إلى ارتفاع أسعار النفط عالمياً؟ حقيقة عملنا ارتفاعات إذا بدنا نحسبها هي من العام الماضي تقريبا من شهر يونيو بدأنا بالارتفاعات القوية وصولا لليوم تقريبا وصلت الارتفاعات وصلت إلى مستويات 69% ارتفاع من مستويات المتدنية عند الـ 44 دولار للبرميل. الآن نحن فوق مستويات 75 دولار للبرميل والحديث هنا عن WTI أو خام غرب تكساس اللي هو يعتبر النفط الخام. إجمالا العوامل الرئيسية التي دعمت أسعار النفط منذ ذلك التاريخ حتى الآن هو الاتفاق الذي تم ما بين أوبك وما بين بعض الدول خارج أوبك وعلى رأسها روسيا لتجميد الإنتاج عند مستويات معينة، وبالتالي يعني الحد مما يسمى أو ما كان يطرح في الأسواق كثيرا تخمة المعروض، حيث كان لدينا هناك تراجع في الطلب في الوقت الذي كان هناك تخمة كبيرة في المعروض مع وجود النفط الصخري وما إلى ذلك. الآن العوامل زادت لدفع أسعار النفط بالاتجاه الصاعد على رأسها تحسن الطرف الثاني من المعادلة وهو الطلب. لدينا طلب مرتفع وتوقعات بارتفاع الطلب حتى نهاية العام 2018 عالميا، وذلك نراه من خلال قراءات اقتصادية أو خلينا نقول مايكرو إيكونومي أو التحليل الجزئي للاقتصاد عن قراءات النشاط التصنيعي للاقتصادات الكبرى مثل الصين والولايات المتحدة الأمريكية كلها كانت بارتفاع، إضافة أنه في عنا توقعات باستمرار هذا الارتفاع حتى نهاية العام. إضافة لذلك لدينا معدلات النمو المرتفعة للاقتصادات الكبرى في العالم دعمت الطلب على أسعار النفط أو الطلب على النفط إجمالا، بالتالي صار في عندي تجميد بأسعار النفط وفي نفس الوقت في إنتاج النفط أي المعروض النفطي، بينما عندي ارتفاع في الطلب وقد يصل الطلب إلى مراحل تفوق المعروض النفطي وهذا يدفع أسعار النفط لمزيد من الارتفاع. إجمالا نحن عم نشوفه حاليا هو محاولة لتحقيق استقرار لأسعار النفط عالميا ما بين مستويات 75 إلى 85 دولار للبرميل، وذلك هو المستوى المستهدف من قبل أوبك ومن خارج أوبك. أعلى من ذلك رح نشوف منافسة قوية جدا من النفط الصخري الذي تكلفته بدأت تقل تدريجيا وتجذبه أكثر الأسعار المرتفعة وبالتالي تزيد منصات الحفر، يعني آخر عدد كان عندنا حوالي 820 منصة حفر. نعم سيد رائد أرجو أن تبقى أرجو أن تبقى معي. آتي إليك الخبير في شؤون الطاقة السيد هاشم عقل. نظرا لما سمعناه من السيد رائد عن واقع أسعار النفط العالمية